مرحبا بكم متابعينا الأوفياء. حديثنا اليوم: هل دواء الديوفاستون يسبب ألم أسفل الظهر؟ تعد آلام الظهر من المشكلات الشائعة التي تعاني منها العديد من السيدات، وهذا السؤال يتكرر كثيرا من قبل السيدات أثناء تناولها لهذا الدواء، نظرا لأن الديوفاستون يتكون من هرمون البروجستيرون الصناعي والذي ترتفع نسبته في الجسم، ما قد يسبب بعض الأعراض والآثار الجانبية المزعجة. يمكن أن يسبب الديوفاستون بعض الآثار الجانبية بما في ذلك ألم في أسفل الظهر. فدواء الديوفاستون هو نوع من الهرمونات الاصطناعية والتي تسمى بالبروجستيرون، تعمل على تنظيم نشاط الهرمونات في الجسم، وبالتالي يمكن أن يؤثر على الألم في الظهر بطرق مختلفة. لذا يعد ألم الظهر من الآثار الجانبية الشائعة لدواء الديوفاستون، ويحدث عادة في الجزء السفلي من الظهر. يمكن أن يكون الألم خفيفاً أو شديداً، وقد يكون ناتجاً عن تشنجات عضلية أو التهاب أو تغيرات في الهرمونات. وفي معظم الحالات يكون هذا الألم ناتج عن دواء الديوفاستون خفيفاً ويختفي من تلقاء نفسه بعد انتهاء العلاج، ولا يجب أن تتوقفي عن استخدام الديوفاستون دون استشارة الطبيب، ويجب عليك إبلاغ الطبيب بأي آلام أو أعراض غير معتادة تظهر أثناء استخدامه للحصول على توجيهات مناسبة. وقد تشمل الآثار الجانبية الشائعة للديوفاستون الغثيان والقيء، الصداع والدوخة والأعياء، مع التعب والتغيرات في الوزن. وقد يختلف تأثير الدواء من سيدة لأخرى، وقد لا تظهر جميع هذه الآثار الجانبية عند الجميع. يمكن أن تكون هذه الآلام أسفل الظهر ناتج عن أسباب مختلفة، مثل التهابات الرحم أو الأمراض المناعية أو الإصابة بالتوتر العضلي. وعلى الرغم من أن دواء الديوفاستون ليس علاجاً للألم نفسه، إلا أنه يمكن أن يساعد في التخفيف من الأعراض المصاحبة لهذا الألم.